السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة أكلمكم عن موضوع فيتامين دي ديفيشنسي، فيتامين د، نقص فيتامين د، لأن هو موضوع مهم جدا الأيام دي، وخصوصا في ظل ظروف وباء كوفيد 19 اللي اجتاح العالم، لأن في دراسات كتيرة قوي اتعملت وأثبتت إن في علاقة ما بين مستوى فيتامين د في الجسم والقابلية للإصابة بالمرض وحتى الوفاة. فكلما كانت مستويات فيتامين دي اللي موجودة في الجسم قليلة، كل ما كان الإنسان أكثر عرضة للإصابة. وده ليه؟ لدور فيتامين دي الفعال جدا في مسألة المناعة، وانتوا عارفين ان المناعة هي المفتاح الرئيسي للإصابة، لعدم الإصابة أو الشفاء من مرض كوفيد 19. فخلينا نشوف أهم علامات الإصابة بنقص فيتامين د أو فيتامين دي ديفيشنسي. هما علامات كتيرة، هنتكلم عن 7 علامات، بس بداية هنتكلم عن وظيفة أو أهمية فيتامين دي في الجسم. فيتامين دي في الجسم أهميته أكتر حاجة معروفة عنه هي العظام، بناء العظام والأسنان، لأن هو مهم جدا لامتصاص الكالسيوم من الأمعاء وامتصاصه ودخوله على الدم. فبالتالي عدم وجود فيتامين دي بيخلي الكالسيوم ما يبقاش يمتص، وبالتالي ينخفض الكالسيوم. الشيء الثاني ان مهم جدا في انه بيحافظ على مستوى الكالسيوم والفوسفيت في الجسم، بيحافظ عليهم وبينظم عملية أخذ الخلايا لهذه العناصر الغذائية. والكالسيوم والفوسفيت معروفين جدا جدا عشان أهميتهم في بناء العظام، نمو العظام، إصلاح أي مرض في العظام، وهذه الأمور التي تخص صحة العظام. الشيء الثالث هو الإميونيتي، المناعة. اتعرف أو معروف إن فيتامين دي بيلعب دور مهم جدا في تكوين الخلايا المناعية وفي تنشيط وتحفيز النظام المناعي للجسم، وهو ده السبب الرئيسي اللي بيخلي الإنسان اللي عنده نقص بيتعرض للأمراض بكثرة. حاجة تانية اللي هو علاقته بالمصل، مهم جدا لتقوية المصل وصحتها، وجود فيتامين دي بشكل كافي في الجسم بيقلل معدلات الالتهابات. الالتهابات تختلف عن العدوى، التهابات يعني تفاعل الجسم ضد أي شيء، يعني في الحساسية التهابات، في أمور كتيرة بتحصل التهابات، إنما العدوى هي النتيجة عن الإصابة بفيروس أو بكتيريا أو طفيل. نيجي بقى لأهم مظاهر أو مهام العلامات اللي لو أنت شفتها تتوقع أن يكون عندك نقص في فيتامين د. هنتكلم النهاردة عن العلامات، وفي فيديو تاني هقول لكم إزاي تاخد، يعني تصلح الموضوع ده إزاي، الجرعة بتاعت فيتامين دي وتاخدها إزاي وموجودة فين، وإيه هي الجرعة بتاعت فيتامين دي. أول حاجة هتلاقي نفسك عشان حكاية المناعة اللي احنا قلنا عليها، تلاقي نفسك دايما مريض، دايما متعرض للمرضى. ودي أبحاث أثبتتها إن فيتامين دي بيأثر تأثير بالغ على كفاءة الجهاز المناعي للجسم. الشيء الثاني برضو بسبب المناعة بتلاقي نفسك exhausted، يعني مرهق وتعبان وما عندكش حيل، ودي أحد العلامات اللي الواحد اللي الإنسان اللي عنده نقص يلاحظها، وخصوصا وقت الصحيان من النوم. يعني وقت الصحيان من النوم ممكن تلاقي نفسك مرهق جدا جدا بالرغم ان انت كنت نايم، ده نتيجة نقص فيتامين د. او في حاجة تانية ان انت تبقى ماشي في كزة كده او في عرجة، دي برضو نتيجة، ممكن تكون نتيجة نقص في فيتامين د. فبتلاقي نفسك مرهق، وده بسبب ضعف المناعة عند الإنسان. الشيء الثالث وهو أنه أمراض العظام،
نتيجة تأثير فيتامين د على صحة العظام، فبالتالي نقصه بيؤدي إلى إن عظامك ما تكونش صحيحة، ممكن الواحد يتعرض بسهولة للكسر، وممكن الواحد يحصل عنده تشوهات في العظام، طبعا لو كان في مرحلة النمو. إنما في الكبار فيتامين د زي ما قلنا بيؤثر على امتصاص الكالسيوم، وبيأثر على تنظيم مستوى الكالسيوم والفوسفات في الدم، وهذه أمور مهمة جدا للعظام. الكبار ممكن يحصل لهم كسور بسهولة، ممكن يحصل لهم أمراض عظام، ممكن يحصل لهم هشاشة العظام. الشيء الرابع اللي هو إيه؟ طبعا وجع الظهر. وجع الظهر ده أساسا هيكون نتيجة العضلات، لأن قلنا في وظائفه إنه مهم جدا لتقوية العضلات والريبير وتصليحها لما يحصل فيها اي نوع من الدامج. ودي حاجه اسمها حاجه اسمها ايه ساركوبينيا، حاجه اسمها ساركوبينيا. الجماعه بتوع العظام حافظين الكلام ده كويس، عشان كده كتير او من طبعا بتوع العظام بيدوا حقن فيتامين د كتير، ونشوف بعد كده الجرعه بتاعتهم ايه. الشيء الثاني يعني انت مش مركز، you are feeling blue، يعني انت مش مركز، ما عندكش تركيز، لان فيتامين دي مرتبط حسب الابحاث اللي اتعملت ليه علاقه بالديبريشن، وليه علاقه بالاكتئاب يعني، وليه علاقه بالتركيز بتاع الواحد. فالواحد برضو نقص الفيتامين دي يبقى عنده احساس كده بعدم التركيز وعدم يعني تايه توهان. اخر حاجه احنا كده كام حاجه؟ سته. سته، انا كاتب في العنوان سبعه لكن هم ايه سته. الوجع العضلات برضو بصفه عامه، احنا قبل كده قلنا هنا الضهر بصفه خاصه اللي هي حاله اسمها ساركوبينيا، اما العضلات بتاعه الجسم بقى عضلات الجسم من فوق الضهر من فوق برضو لما دايما يحس ان الواحد فيها الم، وده ممكن يخليك تشك في ان انت عندك فيتامين دي ديفيشنسي. وبكده تكون ديت شويه الاعراض نقولهم بسرعه. ممكن تحس انك دايما يجي لك مرض عدوى، وحاجه تانية ممكن تشعر بالارهاق والفيتيجابيلتي بسهوله، الارهاق والاجهاد بسهوله. والشيء الثالث العظام عندك تبقى ضعيفه، ممكن الواحد يتعرض للكسر، هشاشه العظام، الام العظام، ممكن الواحد يحس بالم في مؤخره الظهر عند منطقه الحوض عند الاعاد والايام من الاعاد، ممكن الواحد يحس في الم في منطقه الظهر كله نتيجه الحالتين دول، نتيجه ضعف العضلات، نتيجه نقص فيتامين د. والحاجه الاخيره السادسه اللي هي انك انت تبقى حاسس انك مشوش ومش مركز وانك ده دول كده. عشان كده والنقطة اللي تهمنا في الظروف الحالية هي كثرة العدوى وضعف المناعة، وده يخلينا نخلي بالنا ان احنا ناخد فيتامين د، وهنقول فيديو عن كده بس بسرعة في خلال ربع دقيقة. فيتامين د اهم مصدر ليه هو الشمس، تتعرض للشمس لمدة حوالي 15 دقيقة للناس اللي هم بشرتهم فاتحة، والناس الغامقين أو السود يتعرضوا لفترة حوالي نص ساعة، لأن البشرة السود السمراء أو الداكنة ما عندهاش القدرة على امتصاص فيتامين دي زي البشرة الفاتحة. المصدر الثاني هو الأكل، وهو اللحوم ومنتجات اللحوم، أهمها طبعا البيض واللبن، ده منتجات دواجن، ده بقى البيض ده دواجن واللبن لحوم. كل البيض واللبن ومشتقات هذا المنتجين مهمين جدا كمصادر غنية، وطبعا الأسماك الأكلات البحرية كلها. وبكده يبقى خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، يا رب تكونوا شوية المعلومات المختصرة دي تكون مفيدة لكم. ولو شايفين يعني لو في حد منكم مش مشترك يا ريت يشترك عشان تجيله الاخطارات بسرعه، وتعملوا لايك للفيديو برضو لو سمحتوا، وتعملوا له شير او مشاركه لاصدقائكم، ونشوفكم ان شاء الله بكل خير في الفيديو القادم، وانتم تكونوا دايما بخير وبصحه جيده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.